السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، هانين. اش كتعاودوا الصحيحه؟ البلاصه هادي راه زوين، الشارع عندهم هنايا داكشي تبارك الله منور، عاد كاين تما داك السوق وقيصاريه والبازار وداكشي راه كاين لداخل ليه. دابا نمشي معاكم ونشوفوا. سليمانيه بالعربيه وسليماني بلوغتون بالكرديه، لان ملي كنقولوا سليماني انايا كيقول لي سليماني، كيحيد ديك الأخ. ايوا هادشي اللي كاين. انت راه بغيت تصيفطوا الفلوس للعائلات ديالكم. ويسترن يونيون تاهما عندهم لي زيميغري بزاف في الاوروب وداكشي. قطرية لا ميزون ديال رانج روفر راهي. دا خوتي هو اللباس التقليدي ديالهم هنايا، هذا هو اللي كيلبسو هنايا. رانج روفر هاد الجريدة هنا خوتي بالليل كتكون واعرة، ملي كتشاف الضو وداكشي كتبان الفن هادي هنا كتشوفو. دابا نديرو فيها شي دوارة اليوم بالليل باش تشوفوها، كتكون زوينة خوتي ما شاء الله. وهادي بحال تقولو هاد الزونة هادي شوية سياحية، ولكن هي اللي معروفة أنا تاني في سليمانية. صافا ما بيهاش شي زوين صراحة، ماشي شي زوين، مدينة نقية يعني. من حتى جينيرالمون درت في الطريق وداكشي فاش جيت وداكشي كان داكشي ما شاء الله زوين، ماشي ما كانش شي مشكل. هادشي اللي كاين تما من داك وراك الحيط كاين ديك سميتو، كاين داك البازار تما. يلا تشوفوا من الداخل من القهوه اللي قلت لكم عليها. هنا خوتي كتدخل لهاد البلاصه ريسانة زوينة هنايا، هنا في البازارات في المحلات كشي عندهم زوين تبارك الله. القهيوة اللي غنمشي نشرب فيها القهوة راه شي بلاصة هنايا، راه كاينة غير شي بليصة هنا. الواحد غنشربو في القهيوة هنايا، غزالة عند الواحد. هنا جامع كاع الكنوس كاع السمك. هو عنده واعر الصراحة ديال اللي من فوق كيفو عليا تاليا، ما تعرفش شتيش من نهار انا فيه بلاتي نشوف ونقول لكم. دخت لان جيني تا السبت الحد ما كيخدم تا واحد اخوتي، يعني نبقاو هنا يومين زيادة، ولكن الحمد لله ربي غيفتح ان شاء الله ما يكون الخير. يسول الاخوه اللي كيقول لي واش نديروا هذه الرحله ولا باغيين نديروها ولا باغي نجيب موطور. بلاتو اخوتي شويه، بلاتو الله يرضي عليكم، صبروا عليا شويه. تشوفوا بغا تدوز ان شاء الله، تشوفوا كي غادي تدوز، لان كاين بعض الصعوبات دابا نشرح لكم كما قلت لكم في الفيديو الاخر بدلي ديتاي، يكون الخير ان شاء الله. جابي قهوة على الأقل، كاينة قهوة في المستوى، لقيت القهوة في المستوى بسم الله. وانيت أخوتي قهوة مصحصحة، الله. بعض المرات كتشي بتي ديطاي شي حويجات صغيورين بحال قهوة يا أخوتي كتوحشها الله. السويقة عامرة اليوم، البرنوسي اخوتي اخوتي ديال البرنوسي، البرنوسي ستريت فود ما شاء الله. عندهم البلايص زوينة مغطية من هنايا، ما كتضربش فيك الشمس، كتجي مخيرة مغطية من الفوق. هي كل شيء، أنا عايز
خويا رشيد انت اللي طلبتي دويره في الشوارع ديال العراق. هذه الساعه انا كندور فيك هنا في العراق الكردستاني، وان شاء الله لا قدرنا ندخلوا للعراق غادي نطلع لك شي دويره تما. هي شويه صعيبه خويا، ولكن راني كندير اللي في جهدي. كان شي جامع اللي نصليو فيه، كاين واحد الجامع بالي خوتي البرنوسي. البرنوسي بحال في البرنوسي، انتم كيفكركمش هذا في البرنوسي هنا؟ تحيه للناس ديال البرنوسي والمغاربه بنات البلاد الشقيقه هذه البلاد. لا لا يلا خوتي، وخل يعني الجسد بعيد وهذا، ولكن راه القلب راه تما، راكم عارفين اللي كاين. هانتوما مولد عاصر ما شاء الله. اللهم صل على محمد الله عليه. خوتي جينا لهذا السيف الشاورما، نعرفو عندو شي ساندويتش من هنايا، هضر معايا جوع خوتي، تبارك الله عندو داكشي كيشهي. ناكلو هاد الساندويتش، صلينا الله يقبل هنايا، أيوا دابا غادي نتحركو نشوفو لقاو شنو كنشربو في شي قهيوة. هادي باقي خوتي نفس السلمية، كنتسنى يجاوبوني من هادي، هذا من المحلات. اش كدير كتهز انت بوحدك كتعمر سميتو كتعمر الفلافا زكريا؟ خويا شنو هذا؟ هاي حار حارة؟ هذا قال لك اخوتي الحارة، هذه العريسة. هنا كتبين الكيلومتراج اخوتي، مكة اخوتي، مكة 1668 كيلومتر اخوتي اللي بقات، 1668 كيلومتر اللي بقات. يا ربي يا ربي تفتح لنا اخوتي. دو معايا دو معايا، جنوب افريقيا 7727 سهلة ماشي مشكل، موسكو قريبة كاع 2325، روما 1926، راه لندن دقة طهران 538، مانيلا 7700، مانيلا راه بعد من ساوث افريكا. اما القاهرة راهي 1461. تونس الاحباب ديالنا في تونس، بعدنا عليكم اخوتي ب 3235 كيلومتر، ولكن راكم قراب في القلب. دمشقوش راه هي دمشق، اي هي مكسيكو 12635، شحال من يوم 12000؟ شحال تقريبا دير 500 في النهار، شهر نكونوا تما ان شاء الله، شهر نفوتوا عليه. وضربنا خوتي الطريق من اسطنبول لهنايا 1557 كيلومتر، راه هي مكتوبه كتشوفوها ولا لا؟ راه كتبان لكم. لا ان شاء الله ما نخلو حتى بلاصه في هادو، ادي سبابة 3035 حتى هي في البروغرام ان شاء الله. وهادو خوتي هادو كاملين شعراء، هادو شعراء عراقيين كردستانيين، ها هما كيبانو ليكم. زريدة في المستوى، بالليل كتولي زوينة خوتي، كيبردني شوية الحال، دابا راه شوية طالع الحرارة، ولكن باقي تقدر تخرج، يعني كاينة تقريبا واحد 30 درجة هكا 32 درجة، وبالليل كتبرد الناس كيخرجو هنا مع وليداتهم وهادي. هادو كاملين الشعراء، هادو الشعراء اللي تقلبت في جوجل اخوتي، الا دخلت الايماج ديال جوجل راه كيبان لك هاد الصورة حداها، يدخل جوجل في ايماج وراه يقول لك شكون هو هاد السيد. هاهو قلبت عليه البارح لقيتو شاعر من الشعراء هنا الكردستان
العراقي راه اللوطي راه داك الروتانا الكبير راه هو تما هادشي اللي كاين القليب في الباب هنايا الناس كيجيو يجلسوا هنا يشربوا قهوه وداكشي ولكن بالليل كتكون جلسه زوينه بزاف هنا قلت الماكله في السليمانيه تبارك الله عليك كيفاش كيدير له شحال زوين كل عزيز شويه من هذا هذا الدوغاني دانا في الجزائر روي فورتي دوينا ديمن بارت روي فورتي ما ما يجي فارد عملت احمد اليبي تبارك الله عليك ابو داك كم دروغ كنا دروغ فاختلاق مثلا ما هو خوتي الساندويتش ديال الكبده في اربيل في سليمانيه بسم الله هذا ما عرفتوش اخوتي شنو كليتو زوين بصراحه بنين بحال حامض ولكن ما عرفتوش شنو هو كيدير الخيار مع واحد البرودوي ما عرفتش نتوما قولوا عليا عندهم اخوتي ما شاء الله راه انا اخوتي في السليمانية سال العراقي انتم كتشوف اخوتي كيجيتكم والو ماشي والو ديال البنت السلام عليكم والحياة تستمر هنا خوتي منطقة ديال الأكل الشوارع كيف كتشوفوا أتاي واش كاس ديال أتاي الله يحفظك بلا سكر بلا سكر شوتي الله حافظ يا شاب لذيذ واحد القضية عجبتني كيديرو عرفتي اش كيديرو خوتي كيشدو كيكون اتاي هنا كيشربوه بهاد الطاسة اللي كيكون فوق الكاس فكرة زوينة كتكون فوق كيجي بارد كيجي واعر فكرة واعرة هذا هو اللي عنده البحر ديما في هذه الحياة كتعلم شي حاجة جديدة بارك الله فيك مرحبا بكم اخوتي السليمانية الحياة اللي هي في السليمانية
كنتمنى من الله تلين الاعجاب ديالكم. الرمان كلش كيخرجوا في العشيه، رجال عيالات. ايوا كيدير عنده الشيء، عنده تبارك الله زوين اخوتي صراحة، الشيء نقيه وزوين و يعني في المستوى تبارك الله. مكاينش من برانه والله تاكل على طيب عباس والله سهل. الحياة الليلية كنت وعدت واحد الاخ رشيد قال لي دير لنا شي ظهيره في العراق، بعض الصعوبات ولكن الحمد لله ما كاين مشكل. هادي هاني هاد المدونه هادي وايربيل وداكشي، كيجيو الطيارات وداكشي اللي بغى يسافر بالطياره يعني عادي ما كاينش مشكل. هادشي اللي بغيت نقول لكم. سهل الوينات عندنا يشرو الزريعة للشباب وكاين كاين هنا واعرة اختي هنا عندهم تبارك الله الفن. الحياة الليلية بنهار كان نهار نص من هنايا ما لقيت حتى شي واحد. دابا هنا تقريبا راه كتكمل الدورة، نجي نشربو شي قهوة هنايا. ديالها هكا تسافر مع الوليدات وداكشي كتجيب الطيارة ديريكت هنايا. بالنسبة للطريق قصة طويلة، هادي من بعد غنهضرو عليها إن شاء الله بالحق. الطيارة كاين كتجي تركيش، كيجي كتجي القطرية، كتجي لوفتانزا، كتجي الأردنية، هادوك كاع كيجيو هنا بالطيارة ماشي مشكل. كاين المطار هنا، العاصمة هي إيربيل، هي اللي أحسن كبر من هنا وحسن من هنا يعني تقريبا جميلة. تيدير الله شي حل أخوتي، راه حنا هنايا تحصلنا أنا حصلة مزيانة أخوتي. أما اللي دخلت هنايا قالك راه ما عندكش حق تقطع الجهة الأخرى، قالك لأن الفيزا اللي عندك غير ديال هاد المنطقة ماشي باش تقطع بها الجهة الأخرى. أخوتي حنا كنتسناو كنترجعو الله عز وجل، راه كنتصل بشي صحابي وشي أصدقاء وداكشي، لعل وعسى أخوتي يلقاو لنا شي طريقة، يلقاو لنا شي طريقة هاكون باش ندوزو إن شاء الله العراق لا بغى الله أخوتي. وبدا الحال كيسخن أخلو الله وصافي، والله العظيم راه لا إله إلا الله زعما راه. السلام عليكم، هادشي اللي كاين. هادو هنا بحال عندهم تا هما بحال ديك القضية ديال كاين ديك اللعيبة ديال الإمارات، كاين المولات بزاف لهنا حتى هما ملي كيسخن الحال مكيقدروش يخرجو على برا. كاين بعض الإخوان اللي نشربو شي قهوة تمايا، منا كنتقوتو هكا وكنعتقو الروح، منا كنشربو قهوة غادا هكا وصافي مكاينش العام. الحمد لله الشارع عنده زوين اخوتي صراحة ديال المشي، ولكن ما باغيش نجي ليه في الصيف مثلا ملي كيولي شهر 8 و شهر 7 و داكشي راه كتصعب الحال هنا اخوتي. باينة راه دابا حنا خارجين دابا بالليل راه كتشوفوا راه سخونة. اخوتي الجريدة اللي جينا لها قبيلة بالنهار ها هي، قلت لكم راه بالليل كتبان واعره، بالليل كتبان غزاله ما شاء الله. هذه الحياه اليوميه في السليمانيه،
الا ما فهمت راه ما كنفهمش شنو كاتبين بحق هذيك يقول لك راه قبل وهذه بعد بعد الاصلاح زعما فاتي ليلى عمر شهر جميل 2023 يعني يلا تفتحوا حتى هي تبقى يلا فتحوها دابا كيجيبوا وليداتهم يلعبوا فيهم واحد القضيه زوينه خوتي هانتوما لاحظوا شتي كيجيبوا الزبل كيحطوا في بلاصه ماشي كيرميو في المواله شتي راه الكازور راه نقي شتي ما كاين لا زبال لا ميكات لا والو درهم محافظين على ياسم بويا كيجيبوا معاهم اتاي ديالهم وداك الشيء كيجيو مع وليداتهم وكيجلسوا هنايا يشربوا اتاي بحال عندنا في المغرب شتي اللي كيديروا الاغلبيه كيجيو هنا كيجلسوا مع وليداتهم كيرتاحوا كيجلسوا شي ساعتين ثلاثه السوايع ومن بعد كيمشيو هانتوما كيف كتشوفوا الناس كتجي كتفرج ولكن باش زوينين ملي كينوضوا ما كيخلوا لا زبل لا والو صراحه هذه نقطه ايجابيه ليهم ما تنسوش البوطونات سبسكرايب خارطوا معنا في القناه انا كنجيبو لكم شي حوايج الفن الطوب ان شاء الله سمحوا لي التسجيل راه ماشي شي واحد بروفيسيونال انا في التسجيل انا مزيان في التسافير اما في التسجيل اخوتي غير سمحوا لي كنعتذر منكم راه كندير داكشي اللي قدرت عليه فهمتوني هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم اخوتي الحوايج اللي ممنوع تدخل معاك الحديقه ممنوع اشعار النار ممنوع السلاح ممنوع استخدام اسطوانات الغاز ممنوع مسؤولية الأطفال على ذويهم ممنوع السباحة ممنوع لعب الكرة ممنوع شرب الكحول ممنوع رمي النفايات ممنوع قطع في الأزهار ممنوع لعبة توصيلات الكهرباء ممنوع تدخين الشيشة ممنوع تسلق السياج هادو هما المسائل اللي ممنوعة في هاد الجردة يا الله تبارك الله عليكم الله يسوار عندهم هادشي غزال تبارك الله انا خدت شي قهوه من هنايا هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم